ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة للمؤمنين وليس فقط قدوة. يعني اللي بيقول قدوتنا محمد هذه جملة جميلة جدا، ولكن الأصح والأجمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أسوة. ليش؟ الله عز وجل ماذا يقول؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طيب شو يعني الفرق بين قدوة وأسوة؟ قدوة تكون في الخير، في الطاعات، في السياسي، في القيادي، في الأمور الخير، ولكن الأسوة يدخل فيها أيضا أنه أنت بتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في البلاء. ما في بلاء ممكن يصيبك أو يصيب أي مسلم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بمثله أو أشد منه. أصيبت في أمك، ماتت الأم، النبي صلى الله عليه وسلم بلي في وفاة أمي. أصبت في عرضك وتم اتهام يعني عرضك بشيء خاطئ، النبي صلى الله عليه وسلم اتهم عرضه في زوجته. أصبت في جرح، النبي صلى الله عليه وسلم جرح مرة سقط عن البغلة أو الحصان فجرح من أول لآخر. وفي المعارك شج رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. عدد من المصائب ما تريد، مات لك ولد، مات جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلا فاطمة، ماتت بعده 6 أشهر. فانظروا ما في بلاء إلا والنبي صلى الله عليه وسلم تلي بمثله ليكون لك أسوة حتى في البلاء، وليس فقط قدوة في الخير والسنن والعبادات وإلى آخره.